الجامي سمايل. الجامي سمايل هي الابتسامة اللي بيظهر فيها جزء كبير من اللثة، والحقيقة إن الجامي سمايل بتمثل مشكلة كبيرة لكثير من المرضى. وأهم حاجة في علاج الجامي سمايل هي التشخيص السليم لسبب الجامي سمايل. الجامي سمايل ليها أكتر من سبب. أول سبب إن يكون المريض شفته اللي فوق قصيرة شوية، أو إن يكون عنده حاجة اسمها ليب هايبر موبيليتي أو حركة زايدة في الشفة. وفي الحالة دي بنقدر نعالج الجامي سمايل عن طريق حقن البوتوكس علشان تقلل حركة الشفة. السبب الثالث إن يكون المريض عنده نمو زايد في نسيج اللثة، وفي الحالة دي أخصائيين واستشاريين علاج اللثة يقدروا يشيلوا جزء بسيط من اللثة عن طريق جراحة بسيطة أو باستخدام الليزر لحل المشكلة. السبب الأخير للجامي سمايل هو إن المريض يكون عنده نمو زايد في عظام الفك، والحقيقة إن السبب ده بيحتاج تدخل جراحي لتعديل وضع عظام الفك وتدخل من دكاترة التقويم علشان نظبط علاقة السنان مع بعضها.